ولثغر اليمني أن يستعيد حصاد 3 سنوات مرت على انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على الحكم والدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء، لتعلن لاحقا عدن عاصمة مؤقتة. ومنذ ذلك الإعلان تعرضت عدن لشتى صنوف الحرب الرامية تعطيل دورها كعاصمة للبلاد. كان نزول الرئيس هادي بداية لقصف الانقلابيين الذين سيطروا على سلاح الجو وبدأوا بقصف قصر معاشيق، ومن ثم اندلعت حربا شاملة تركت عدن والمحافظات المجاورة بعد أشهر كتلا من دمار، إذ ضربت كل مقومات الحياة والبنية التحتية ومرافق الدولة. بعد تحريرها كانت عدن موعودة بإعادة الإعمار وباطلاعها بمهام عاصمة حقيقية، لكن استهدافات أمنية وصراع قوى النفوذ المحلية والخارجية والفساد الضارب في مؤسسات الدولة ما زالت تحول دون أن تكتمل عافية هذه المدينة. هكذا يبدو المشهد الآن في العاصمة المؤقتة بين رئيس غائب ومحافظ لم يعد إليها منذ أسابيع، وتكرار محبط لأزمات الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى فتيل الصراع البارز بين مختلف القوى العسكرية والأمنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.